سابقكم الله. هذا سائل يقول أن بعض طلاب العلم استبشروا بوفاة الشيخ ابن جبريل رحمه الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا لا يجوز، استبشار بموت المسلم عموما لا يجوز، لأن هذا ظلمة في الإسلام. فكيف بموت العالم؟ كيف بموت العالم؟ فلا يجوز هذا، أنهم يفرحون بموت عالم من علماء المسلمين. هذا إنما يكون إما عن جهل، وإما يكون عن نفاق والعياذ بالله. نعم.